بنرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين الحديث عن مباراة القرن وعن نادي القرن النادي الأهلي. معنا دلوقتي أستاذ محمد سرحان عضو اللجنة الكبرى للاحتفال بنادي القرن. أستاذ محمد برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي، وعارفة أن حضرتك يعني كنت عضو في اللجنة الكبرى للاحتفال بالأهلي كنادي القرن. عايزين بس نتكلم مع حضرتك عن مباراة الأهلي وريال مدريد، ذكرياتك معاها. اهلا بيكم، مبروك التطوير اللي حصل في القناه، حاجه جميله جدا، حاجه تشرف. انا بعد ما الاهلي تم اختياره نادي القاره في افريقيا، طبعا اتشكلت لجنه كانت برئاسه المهندس ابراهيم المعلم، وحضر اللجنه دي كابتن صالح وكابتن حسن، وطبعا كان في العامل فاروق ابراهيم كفراوي، استاذ ياسين منصور، الاستاذ حماده دمرداش، تم اختيار الاتفاق على ان احنا الاهلي يلعب ماتش ريال مدريد، وتم التواصل مع ريال مدريد وتم الاتفاق وتم تحديد موعد الوصول 3 اغسطس 2001. وانا سافرت، كان تبعني خالد مرتجي والمهندس عبد القيعي في اسبانيا، عملوا بعض الاتفاقات او ترتيبات ورجعنا في الطياره. طبعا وصلنا مصر، كان بالمناسبه في حاجه لازم اقولها، الاهلي كان مخطط ان زياره الاهرام تبقى ثاني يوم الماتش، هم خطوا الاهلي وصمموا انها تبقى نفس يوم الماتش عشان الناس اللي بتقول الاهلي تعبوا قبل الماتش وكده، واتلعبت المباراه وطبعا تحققت نجاح كبير جدا. ريال مدريد الجواب اللي بعته رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كابتن صالح يدل على التنظيم، كان عامل تنظيم من ساعه تم الاتفاق لغايه لما رجعوا اسبانيا، لما وصلوا مدريد وكل حاجه منظمه بالساعه وبالدقيقه وبالثانيه. فدي كانت حاجه من الخبرات الكبيره جدا اللي انا بصراحه كسبتها، اتعلمت منها حاجات كتير جدا. وفيها حاجه برضه لازم اقولها، كان بعدها بكام شهر، يعني السنه اللي بعدها الاهلي لعب مع اي اس روما. بعدين انا سافرت مدريد في يناير 2002، فرحت زرت ريال مدريد، رحت زرت بوتراجينيو، ما قعدنيش على كرسي، اخذني وراني اوضه اللبس، ان كانت اوضه اللبس في استاد القاهره وقتها كانت حاله يرثى لها. فلما تم اعلان مباراه الاهلي واي اس روم، كلمت الاستاذ ابراهيم حجازي الصحفي الكبير، ورحت قلت له بص الصور دي بتاعت كذا كذا كذا، تم تجديد غرف الملابس في استاد القاهره فورا علشان الصوره لمصر. يعني كان من ضمن الحاجات اللي كان ريال مدريد ليهم ملاحظه عليها، دي الملاحظه الوحيده كانت غرف الملابس وارضيه الملعب، لكن فيما عدا ذلك طبعا كانت كل حاجه منظمه. كابتن محرم الراغب كان مدير اعلام عام النادي وقتها، وتم الاتفاق مع وزاره الداخليه ان هيسافر معانا في الطياره صفات جوازات، وتم ختم جوازات اللعيبه كلها، البعثه كلها في الطياره، وطبعا دخلوا وسط كبار الصغار، ويعني كان الاقبال كل حاجه بقولها لحضرتك منظمه بالدقيقه والثانيه، ان ده النادي الاهلي. يعني طبعا النادي الاهلي يعني نادي القرن، واكيد يعني كان حضرتك كنت مع فرقه ريال مدريد، كنت مصاحب البعثه دي، عايز اعرف رد فعلهم بعد الهزيمه. هو بص، في حاجه حصلت الاهلي لما انا كنت قاعد معاهم على الدكه، ولما الاهلي جاب جون انا لا اراديا قمت نطيت في الهواء، فكلهم بلا استثناء راحوا باصين لي بصه. وبعد واحنا راجعين يعني الفرقه اتغلبت، ما كانوش هم كانوا يعني انا واحنا رايحين قاعد بنتكلم، طبعا قاعد يقلب يشاور باربعه وخمسه يعني يهزر، فطبعا بس هم ناس محترفين وما كانوش منتظرين ابدا الاهلي يكسب، لكن رد فعلهم، الاهلي فرقه كويسه جدا ولعيبه كويسه جدا، وقالوا يعني ده درس اخذناه، ان احنا من يعني ده فرقه في افريقيا، يعني ان هم يعني اضعف منه، بس هم على فكره لعبوا ماتش كويس جدا وضيعوا اهداف كتير، بس
كان طبعا يعني ما كانوش مبسوطين، يعني مش عارف اقول لك، يعني ما كانوش مبسوطين يعني. يعني الهزيمه طبعا اثرت عليهم، واسبيشلي ديسبوسكي ده كوتش. أنا يعني عارفة يا أستاذ إنه حضرتك اللي زلت على اتصال بمسؤولي فريق ريال مدريد حتى الآن، عايز أعرف الناس دي شايفين النادي الأهلي إزاي، بيمثل لهم إيه؟ هقول لحضرتك حاجه، كان في حاجه كده قريبا اتصال، يعني تم تكليف باجراء اتصال مع ريال مدريد. يعني في موضوع ما، فرد فعلهم في هذا الموضوع اللي هو اتقال بالضبط، ان التعامل مع النادي الاهلي هو التعامل مع نادي اوروبي في مستوى ريال مدريد، بس هو موجود في مصر في افريقيا. رد فعلهم طبعا لغايه يعني لغايه النهارده، انا بتكلم النهارده، الاثنين 3 اغسطس، انا كان في اتصال بيني وبينهم، وهما بيتصلوا يعني بيتصلوا بيطمنوا على الاهلي. في جالي مسج مره من ايميليو بوتراجيني، والفتى الذهبي الاسباني وهداف فريق ريال مدريد سابقا طبعا، هداف منتخب اسبانيا، لما الاهلي خسر كاس افريقيا قدام الترجي. المسج دي عندي انا محتفظ بيها، مكتوب انا حزنت هزيمة النادي الأهلي هذا النادي العريق، كنت أتمنى إن هو يلعب في كأس العالم عشان نلتقي معاه. فهما طبعا ليهم، وهما فاتحين يعني الجواب بتاع فرانتيني بريس رئيس ريال مدريد يدل إن هما فاتحين أبوابهم للنادي الأهلي في أي وقت، سواء لعيبة، إدارة، لعيبة، جماهير، أعضاء، كل النادي الأهلي نادي عظيم، يعني نادي عظيم، أكيد نادي كبير. وترتيب الترتيب والرحله دي اللي خدناها كانت قصيره جدا، لكن ترتيبها وتنظيمها يدل على قد ايه النادي الاهلي ده فيه سيستم وفيه نظام وفي كل حاجه بالورقه والقلم في الثانيه وباللحظه. فطبعا صورته مع النادي الاهلي عظيمه. بشكر حضرتك جدا، كنت منورنا في برنامج السادسه، لسه مكملين.